فالحمد لله فرح كبير، اولا الرقم القياسي، ثانيا عدد المشاركه، وحنا ما بقيناش كنفرحوا الرقم ولا العدد، وانما كنفرحوا الفرحه اللي كندخلوا على هاد الناس اللي كيجريو كيدوزوا واحد الصباح رياضي، واحد الصباح جمال، صباح جميل، كلشي تمتع، كلشي تمتع بالجري، كلشي تمتع بالمدار، الماء موجود، رافيطيمو موجوده، العدد كثيف، فالحمد لله السباقات في المغرب غدا من حسن الى احسن، سباق رحال ميموريال بدا ب 800 وصل ل 5000 وغادي يوصل ان شاء الله ل 10000 و 20000 في السنوات القادمه، فضل السلطات المحليه، تشجيعات السيد الوالي، تشجيعات السيد العامل، الشرطه، الامن، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، فكلشي الحمد لله كان مجند منذ الصباح الباكر، فهو نجاح ماشي لعائلة رحال وإنما نجاح ولاية الدار البيضاء الكبرى، العمالة الأنفة، السلطات المحلية، الجمعيات ديال المدينة القديمة اللي كلهم كتشوفهم حاضرين مشاركين معنا، فهو نجاح الجميع ومزيد من التوفيق إن شاء الله. صراحة أنا السباق السباق يعني ما كانش من السهل باش نفوز به، لأن كانت هناك منافسة قوية من طرف عدائين كينيين وحتى المغاربه ايضا اللي تيلعبوا على المستوى العالمي، رغم انني عانيت لانني لعبت سباق تارودانت مساء امس، رغم السياقه و يعني وطريق ورحت متاخر امس، رحت متاخر للمدينه الدار البيضاء مساء امس، ويعني وكنت مساعد في هذا الصباح هذا باش نلعب 10 كيلومترات رحال هذه اللي تنفوز بها ثلاث سنوات. تنشكر الجمهور اللي ساعدني والمدرب ديالي بوكر رزقي اللي تيسهر معايا في السراء والضراء، تنشكر الجمهور اللي ساندني وكل من شجعني والصحافة وشكرا. 56 التالية هو الرقم اللي كان